في إطار عمليات المراقبة العادية الروتينية التي تقوم بها مصالح الجمارك على مستوى ميناء العاصمة، قامت مصالحنا بحجز كميات معتبرة من قطع الغيار المستعملة، بالإضافة إلى مواد التجميل ومواد التنظيف الخاصة بالحيوانات، كانت مخبأة بإحكام في 5 حاويات بحجم 40 قدم، إضافة إلى عدد لا بأس به كذلك من الشماريخ كانت مخبأة وراء سلع وبضائع مصرح بها تتمثل في الثلاجات. عملية الكشف هذه يعاقب عليها بأحكام وقوانين قانون الجمارك سرية المفعول.